الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بعد أحبتي في الله في أي مكان في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج هذا ديننا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. اليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث مع حضراتكم عن عباده هذه العباده من افضل العبادات بل هي اعلى مراتب الاسلام هذه العباده لها عند الله سبحانه وتعالى ثمرات عديده هذه العباده هي مراقبه الله سبحانه وتعالى المراقبه كيف تكون المراقبه وما هي ثمار المراقبة وما هي الضرار التي تعود على الإنسان إن لم يحقق هذه العبادة والمراقبة لله سبحانه وتعالى كل هذا نتعرف عليه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة علينا جميعا مراقبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون في السر والعلن نرى كثير من الناس يراقب الناس ولا يراقب الله يحاول ان يظهر امام الناس باخلاق كريمه بدين وتقوى وصلاه وزكاه وحج وعمره ولكنه اذا خلى بالله سبحانه وتعالى انتهك حرمات الله وتعدى على جنب الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب وجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه ولكن الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ويعلمون أن الله يسمع ويرى وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وأن الله سبحانه وتعالى يركب نظراتهم ويركب حركاتهم ويركبهم في أي مكان الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمعنا ويطلع علينا مهما اغلقت من الابواب مهما استترت عن اعين الناس فالله سبحانه وتعالى يراك لانه سبحانه يعلم ويرى دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء ويسوق لها رزقها سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا نعم ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى قادر يعلم السرائر. وأسرّ قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها المتعدي على حدود الله الذي يسرق الناس الم يعلم بان الله يرى؟ الم تعلم بان الله يرى سبحانه وتعالى؟ الذي ينظر الى الحرام الم يعلم بان الله يرى؟ الذي يتعدى حدود الله بارتكاب الزنا والفواحش الم يعلم بان الله يرى؟ الذي يظلم الناس والذي يفتري على خلق الله والذي يسب ويشتم الم يعلم بان الله يرى؟ لماذا جعلت الله اهون الناظرين اليك لماذا يستتر الناس من الناس وعن اعين الناس ولا يستترون من رب الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى لذلك الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى كانت لهم وكان لهم في الاسلام منزله عظيمه هذه المنزله جاءت اليهم لانهم كان في قلبهم خشيه من الله سبحانه وتعالى امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم ثمره ان ياتون في ظل عرش الرحمن في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من هؤلاء السبع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل او امراه ذكر الله خاليا اي انه حينما يخلو بربه حينما يغلق على نفسه الابواب يبكي من خشيه الله يبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى وعلى النقيض هناك اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسنه الالباني ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اقواما من أمتي. يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة سوداء بيضاء بحسنات هذه الحسنات مثل جبال تهامة بيضاء حسنات كثيرة فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب سلم. يجعلها الله سبحانه وتعالى يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا ما معنى هذا؟ أرأيت في يوم ريح شديدة وهناك قطن أو صوف منثور فتأتي به الريح فتزيل كل هذا لو كان هناك ريش هذا الريش خفيف تأتي عليه الريح فتجعله هباء منثورا أي كل هذه الحسنات تطير أي أنها لا تنفعه أي أنها لا تقبل منه هذه الحسنات الكثيرة التي مثل الجبال ضرب الله ضرب النبي مثلا أنها مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان روي الحديث يا رسول الله صفهم لنا أو صف لنا الناس دول جلهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله عرفنا هؤلاء القوم حتى نحضر ان نكون منهم فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اما انهم اخوانكم اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون لا اله الا الله اي انهم يصلون معكم ويصومون معكم بل انهم لهم نصيب من الليل من قيام الليل ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا اله الا الله اقوام اذا خلوا بمحارم الله سبحانه وتعالى حينما يغلق على نفسه الابواب حينما يستتر عن اعين الناس ويعلم انه لا يراه احد من الناس واذا به يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى يتعدى محارم الله سبحانه وتعالى يتعدى بالذنوب والكبائر وبذنوب الخلوات هذه الذنوب التي تجعل من الصالح طالحا وتجعل من العالم فاسدا ذنوب الخلوات وقال الله واياكم منها هذه التي تدمر الاخضر واليابس هؤلاء القوم يفعلون ويراءون الناس باعمالهم يعملون حسنات كالجبال ولكن هذه كلها لا تغني عنهم يوم القيامه شيء فجعل الله سبحانه وتعالى للذين يراقبون الله كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما ساله عن الايمان والاسلام والاحسان فقال له وما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ان تعبد الله كانك ترى الله سبحانه وتعالى، فان لم تكن تراه فانه يراك، هذه هي المراقبه هذا هو الاحسان في العباده، ان يكون الانسان محسنا في العباده ياتي يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله كما اخبر النبي في حديث السبعه قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها لا يريد ان يعلم عنه شيء لا يريد ان يعلم الناس انه جواد كريم عنده اخلاص في العباده حينما ينفق في سبيل الله لا يهم عنده ايذكره الناس بالخير ام لا هو يريد الله سبحانه وتعالى هو يريد الله سبحانه وتعالى هو يفعل العمل خالصا لوجه الله ايمانا واحتسابا ورجاء في قبوله من الله سبحانه وتعالى لذلك كانت المكافاه وكانت الثمار لهذا الرجل الذي يراقب الله في خلواته الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهذا الرجل او هذه المراه التي تصدقت بصدقه فاقفتها حتى لا تعلم شمالها ما انفقت يمينها ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال مرأة غنية جميلة صاحبة منصب وجاه وسلطان وراودته عن نفسه فقال معاذ الله قال إني أخاف الله رب العالمين هذا الرجل الذي راقب الله في خلواته وهذه المرأة التي جاءته فغلقت عليه الأبواب قال معاذ الله قال انه ربي احسن مسواي قال اني اخاف الله رب العالمين هذا الذي يراقب الله سبحانه وتعالى فمن ثمار مراقبه الله سبحانه وتعالى ان ياتي الانسان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله وايضا من ثمار المراقبه ان يراقب الانسان ربه سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته أن يرزق بالذرية الصالحة، وهذا ما يشغل جميع الناس. هذا ما يشغل جميع الناس، أن يكون عنده ذرية صالحة تنفعه بعد موته، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل واحد منا يريد الولد الصالح كل واحد منا يرجو من ربه ان يرزق بالذريه الصالحه كيف تاتي الذريه الصالحه وكان ابوهما صالحا كيف تاتي الذريه الصالحه بمراقبه الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وخشيه الله في الغيب والشهاده وهناك مثال واقعي ودليل عملي على ان من يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن يرزق بالذريه الصالحه ويرزق بالعلماء ما دليلك؟ كان هناك رجل شاب هذا الشاب كان ورعا تقيا ولكنه كان فقيرا هذا الرجل اشتد به الجوع وذهب يبحث عن طعاما وهو لا يملك درهما واحدا يشتري به طعاما وظل يمشي في الطرقات وفي بستان امامه تتدلى منه هذه الثمار ثمار التفاح فاخذ تفاحه من على الشجره واكل هذه التفاحه وبعد ان اكلها اخذ يؤنب نفسه ويقول أنا الصالح أنا الذي أخشى الله في الغيب والشهادة أنا الذي أراقب الله في كل وقت وحين أكل حراما أكل شيئا لا يحل لي وإذا به يذهب مسرعا فيسأل عن صاحب البستان ويترك الأبواب ويقابل صاحب البستان ويقابل صاحب البستان فيقول له يا عم أنا أكلت تفاحة من بستانك فسامحني أو أنظرني حتى أدفع ثمنها أو أعمل عندك أو أعمل عندك بثمنها قال له الرجل والله لا أسامحك أبدا فظل هذا الشاب يبكي يبكي وهو يخاف أن يكون ارتكب محرما وأكل حراما ثم انتظر هذا الرجل حتى يخرج للصلاة أمام بيته مرابطا يترجاه ويتوسل إليه أن يسامحه، فخرج الرجل وقال له يا عم وهو يبكي أتوسل إليك أن تسامحني؟ أتوسل إليك أن تعفو عني؟ أو أن أعمل عن عندك في بستانك العمر كله ولكن لا بد أن تسامحني؟ قال له والله لا أسامحك. الا بشرط قال له ما هذا الشرط قال له ان تتزوج ابنتي ولكن اعلم ان ابنتي هذه عمياء لا ترى وانها صماء وانها بكماء اي انها لا ترى ما بتشوفش ولا بتسمع ولا بتتكلم وهي قعيده مشلوله يعني كمان ما بتمشيش وإذا به ينزل هذا الخبر على هذا الشاب الذي في مقتبل عمره كالصاعقة كيف لي وأنا شاب وأتزوج واحدة لا تسمع ولا تبصر ولا تتحدث ومشلولة فهي تحتاج من يساعدها وأنا أحتاج من يعني يجهز لي طعامي ويساعدني وإذا به يصنع مقارنة بين ما فعله من حرام وما يعرض عليه من هذا الرجل واذا به يوافق على الزواج قال يا عم انا اوافق على الزواج هيا بنا اخذه الرجل وذهب به الى بيته وعقد على ابنته عقد الزواج واذا به يدخل على زوجته فهي كالحوريه من الجمال كانها من الحور العين فيتعجب من جمالها واذا بها تسلم عليه وتقول السلام عليك يا زوجي. فيرى انها تتكلم وتتحرك وتمشي اليه وتسلم عليه. فاذا بها هذه القاعدة الذي قال عنها ابوها انها قعيده ومشلوله اذا بها تتحرك اليه. ثم يحدثها فتسمعه. فتعجب. قال لها لماذا قال ابوك ذلك؟ وقال انك عمياء فانت ترى. وانت تبصري الان لماذا قال انك عمياء وانك صماء وانك بكماء وانك قعيده قالت اعلم يا زوجي انني عمياء عن كل ما حرم الله وانني لا اسمع الا ما احل الله وان لساني لا ينطق الا بذكر الله ولا ينطق ابدا بالحرام وان رجلي وانا قعيده ولا اتحرك الا الى حلال فلا تمشي قدمي الى حرام ابدا. فكان فكانت هذه الزوجه الصالحه لهذا الشاب الصالح مكافاه من الله سبحانه وتعالى على ان هذا الشاب كان مراقبا كان خائفا من الله سبحانه وتعالى. وكان من ثمره هذا الزواج هو الإمام أبو حنيفة النعمان كان هذا الشاب الصغير كان هو والد الإمام أبو حنيفة فأكرمهما الله سبحانه وتعالى بالإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان معنا اتصال إن شاء الله أم شمس السلام عليكم أم شمس السلام أيوة عليكم عليكم السلام أم شمس تفضلي عامل إيه الله يبارك فيك تفضلي معلش معلش أنا يعني بس أنا مامتي متوفية بقالها أسبوع بس أنا أنا مش عارفة أصبر على فراقها خالص يعني هي كانت كل حاجة بالنسبة لي يعني هي جاتني ولقيتها قاعدة في قصر وكده حسيت إن هي جاية تريحني تقول لي أنا كويسة بس أنا تعبانة من غيرها تعبانة جامد أنا بقرر فاتحة كل شوية لها بس أنا حتى مش قادرة أزورها اليومين دول يعني مش عارفة أزورها ازاي عشان طبعا يعني بيقولوا ما ينفعش حد يطلع التراب اليومين دول وكده. No. بس انا تعبانه على فرقها قوي قوي مش عارفه اعمل حاجه نفسي لا انت تقدري 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 تعملي لها كتير على فكره يعني انت يعني الاول اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه وان يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقة اللهم امين اولا آه آه بد ان نصبر على البلاء المصائب في الدنيا امتحان يا اختي المصائب امتحان من الله عز وجل وفي النهايه كلنا سنموت فيش حد هيبقى ويخلد في الدنيا ولكن هذه الرؤيه التي جاءتك هذه بشرى لك ان ما عند الله خير مما عندك, مما عندك انت ما عند الله خير مما عند البشر ما عند الله هو الابقى والاخره خير وابقى فاذا كنت انت شفتيها في الرؤيه في منزلة طيبة فهذه بشرى لك حتى يطمئن قلبك ولابد إن شاء الله أن تصبري الشيطان يريد أن يحزنك الشيطان يريد أن يحزن الإنسان دائما يذكره بأحزانه يذكره بمصائبه يذكره بعزيز قد فقده لكن الإنسان إذا جاءه هذا الأمر وظن من نفسه ألا يتحمل أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتذكر مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أه الأستاذة هبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الله يبارك فيكي فيك. اتفضلي يا استاذ انا عايزه بس اسالك سؤال آه هو في واحد عمل كبيره من الكبائر يعني آه. وتاب منها من سنين وبعدين دايما بيفتكرها يعني الشيطان بيجي يفكرها له وهي الكبيره دي ليها حد يعني فدايما بيقعد يتكلم فيها ان الشيطان بيفكروا بيها وكده يعني هل هو ليه توبه ويعرف ازاي ان ربنا قبل توبته طيب حاضر اجيبك ان شاء الله في اي سؤال تاني؟ لا شكرا لا ربنا يبارك فيك الاستاذ علي السلام عليكم استاذ علي اهلا وسهلا ازي الصحه يا مرحبا اهلا وسهلا من فين؟ اه اهلا وسهلا اهلا وسهلا بلدياتنا الله يبارك لك اتفضل يا شيخ <applause> اتفضل وحي الله اهل بن سويف كلهم وحفظهم الله, الله ورعاهم من كل مكروه وسوء وجميع المسلمين يا رب العالمين وجميع الناس في العالم كله يا رب العالمين اتفضل يا استاذ ان شاء الله والفشن لا والفشن طبعا يعني بالاخص يعني <تصفيق> 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 الله يخليك الله يخليك اه السؤال يعني ينفع الواحد يصلي وهو قاعد والاولاد يصلوا وراها واقفين هو علي محمود اللي معايا ايوه آه, آه, اه ده ده الحاج علي ده اخويا <applause> ربنا يحفظك آه. يا حاج ويبارك لنا في عمرك اه ينفع حد يصلي وهو قاعد انا اصلي الامام يعني بصلي بالاولاد هم واقفين وانا بصلي على الكرسي تمام ينفع هم الصلاه ورايا ولا ولا حاضر اجيبك ان شاء الله يا حاج اجيبك ان شاء الله وربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك ويحفظ الاسره جميعا يا رب العالمين حاضر اجيب حضرتك ان شاء الله طيب احنا ام شمس والدتها توفاها الله وانا عايز يعني اخذ على يديها ان شاء الله واعزيها ولكن لابد ان تتذكري مقوله عمر رضي الله عنه قال اذا حدث لي مصيبه لما تجيني مصيبه اتذكر فقداني للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له انك ميت وانكم وانهم ميتون الله سبحانه وتعالى قال للنبي انك ميت وهو افضل خلق الله على الله. فسيدنا عمر يقول لما تاتيني المصيبه اتذكر فقدي لرسول الله ولا يوجد مصيبه اعظم من فقدنا للحبيب صلى الله عليه وسلم. ولما اتذكر مصيبه المصيبه اتذكر انها واقول الحمد لله انها مش ليست اكبر منها يعني ليست المصيبه اكبر من المصيبة هناك مصائب اكبر يعني في واحد فقد امه او واحده فقدت امها. وفي ناس فقدت الأسرة كلها فالحمد لله أن المصيبة لم تكن أي أكبر منها الأمر الثالث كان عمر يقول الحمد لله على أن هذه المصيبة لم تكن في ديني إذا كانت المصيبة في الدين فهي الطامة الكبرى يخسر الإنسان دينه والعياذ بالله فأقول لأختي أم شمس لابد أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ولابد أن يعود منك على أمك خيرا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ثم الصدقة الجارية أي مبلغ من المال أخرجيه صدقة على أمك أفضل من البكاء والحزن عليها أنت كلما تتذكريها أن تدعي الله لها أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى للمتوفى بأن الله سبحانه وتعالى يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله فأوصيك يا أختي بالدعاء وأوصيك بالصدقة الجارية أه الأستاذة هبة تتحدث عن أه إنسان عمل كبير من الكبائر ويأتيه الشيطان يذكره ويحاول أن يجعله ييأس من رحمة الله أقول بداية الكبائر من الموبقات كبائر دي مهلكة للإنسان إن لم يرجع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتدح الله عباد الرحمن انهم لا يفعلون هذه الكبائر، واذا فعلوها يتوبون ويرجعون الى الله. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا الا من تاب. وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لو بلغ الذنوب الإنسان عنان السماء ثم استغفر ربه غفر الله له لو أتى الإنسان بما يقارب ملء الأرض خطايا وذنوب ومعاصي ليست كبائر فقط ما يقارب من ملء الأرض خطايا كما قال رب العزة في حديثه القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة الشيطان يريد أن ييأس الانسان من رحمة الله والله سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي بأني انا الغفور الله غفور رحيم غافر الذنب وقابل وقابل التوب وقابل التوب سبحانه وتعالى ولكنه شديد العقاب فلا يغر الانسان رحمة الله فلا يغر الانسان رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى ويتجرأ على ربه بالكبائر ولكنه اذا فعل يرجع ويعلم ان الله غفور رحيم والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ماذا فعلوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون عدم الإصرار على الذنب المصارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا جاء الشيطان إليه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول إن الله غفور رحيم وأنا لابد أن أحقق أن أحقق علامات التوبة وأصول التوبة النصوح أن الإيمان بالله العمل الصالح أن أكون بعد توبه افضل مما كنت قبل التوبه الحاج علي بيتكلم على انه هل يجوز له ان يصلي معنا معنى اه ام فاطمه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام فاطمه بنحفظكم يا رب اتفضلي لو سمحت أنا عايزة نسأل عن الحرمة اللي هو في أنا أبويا. حرمة إيه؟ أبويا. آه. أمي توفت السنة اللي فاتت. أمك توفت إمتى؟ توفت السنة اللي آه السنة اللي فاتت تمام. آه ومعايا أبويا طبعًا قاعد وحده وأنا بس اللي معايا ما فيش معايا إخوات ولا حد يعني. تمام. فطبعا هنروح يعني مثلا ان ان مثلا كان حاجه كده او كده في البيت يعني انا متزوجه اه فحب ان هو يعمل يعني يعمل معصيه معي هو بيحاول يعني يتجرع عليك يعني ايوه فانا طبعا منحت نفسي ان انا اروح هناك تمام تمام طيب هل أتفر... انت ذكرتيه بالله ذكرتيه بالله يا ام فاطمه اه يعني قلت له ان دي 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 ده من المح... يعني محارم ودي حدود لربنا سبحانه وتعالى ودي معصية من الكبائر هل أنا ذكرتي انا يعني حكم الله على يعني انا ما قطعتها وما رحتلهاش فانا ذكرتها بربنا وقلت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع اللي انت هتعمله دي طبعا ما فيش يعني فائده فانا طيب هل هو هل هو يملك مال للزواج؟ يستطيع يستطيع ان هو يتزوج؟ لا هو هيقول انا مش عايز اني اتجوز انت عديت خير منه وتعمل حاجتي فخلاص على كده يعني طيب الـ 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 الحاجه اللي هو عملها معاكي يعني ممكن لا مع انت عمال لا يعني لا يعني الشيخ هو هو ايه يعني ابتدى بس انا صبيته يعني وربنا سامحني شتمت ويعني قلت أصد حاجة يعني فانا عايزه خايفه من ربنا خايفه عن يعني حكمه ولدينا طيب احسانا فانا طيب خايفه يعني حاضر يا ام فاطمه انا اجيبك ان شاء الله انت عايزه تعرفي الحدود انت تقاطعيه ولا تصليه آه ولا تروحي ولا ما تروحيلوش ان شاء الله آه اجيبك ان شاء الله عشان الفرمانيه اللي انا خايفه منها ربنا لا حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله حاضر ان شاء الله الحاج علي بيتكلم ان هو هل يجوز ليه ان هو يصلي قاعدا وهو, وهو الامام؟ الامر هذا فيه خلاف بين العلماء هل هل يأتم القائم بالقاعد ولا لا؟ في بعض العلماء قالوا لا يجوز. وبعض العلماء قالوا اذا كان هناك ضروره فيجوز ان ان يكون الامام قاعدا وخلفه المامومين فان شاء الله لا حرج باذن الله. ام فاطمه ابوها احيانا الانسان لما يكبر في السن يصاب ببعض الامراض ويرجع الى مراهقه متاخره وربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويرزقنا العفه يا رب العالمين هي دلوقتي راح راحت عنده عشان تخدمه وتراعيه وهو تجرا عليها وحاول ان هو يعمل معها اشياء تغضب الله عز وجل اقول لها لابد ان تبتعدي عن موطن الفتنه يعني ايه يعني لا تذهبي اليه منفرده يعني ما تروحيلوش لوحدك ممكن طبعا الامر اللي حصل بينك وبينه ده لا تخبري به احدا ما ينفعش تعرفي حد وتفضحيه استري عليه لعل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه ممكن تاخدي زوجك لو انت هتروحي تطبخي له او تكنسي له تاخدي حد من اهلك يكون معاكي حد يقدر هو يكون ايه يحرج منه وان لم تستطيعي ان لم تستطيعي ذلك لو انت مش قادره إنك أنت تاخدي حد طول الوقت إنك أنت تروحي تخدميه يبقى هتمتنعي عن ذهابك إليه، لكن تتصلي بيه تطمني عليه وفي صلاتك تدعي بالهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى آه يهديه وإن ربنا سبحانه وتعالى آه يرزقه العفة والطهارة وإن ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمته ربنا سبحانه وتعالى يحسن الختام عنده سبحانه وتعالى. آه نكمل إن شاء الله من آه ثمار المراقبة من ثمار المراقبة قلنا ان يكون الانسان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. الامر الثاني ان يكون هذا الانسان الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى يكافئه الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة واستشهدنا بدليل سيدنا الامام ابو حنيفة النعمان لما رزقه الله سبحانه اه الاستاذه فاطمه من القاهره الو السلام أيه عليكم السلام عليكم اتفضلي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يبارك فيكي اتفضلي يا استاذه آه عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت اه اتفضلي معك. انا يا شيخ بصلي مثلا العشاء والشفع والوتر مثلا يعني وانام ولو صحيت مثلا بالليل الساعه 12 2 بصلي قيام الليل 2 مثلا 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 وبس لازم اوتر بعديهم ولا عادي اه الاول ربنا يتقبل منك انت اوترتي قبل قبل النوم ايوه اوترت بعد العشاء صليت آه العشاء لا يعني لا لو تريني في ليله لا لو تريني في ليله ما يعني ينفعش اوتر مرتين لو انت اوترتي بعد العشاء لا اتريني في ليله فممكن لو انت متاكده لو انت واثقه انك انت هتقومي وهتقيمي الليل وهذه عادتك فاخري الوتر لاني من السنه تاخير الوتر طيب انا مش ضامن ان انا هقوم ولا لا وبصلي قيام الليل يوم او يومين وممكن انام او تروح علي نومه يبقى لا اوتر قبل ما انام لو انا خايف ان انا مش اوتر بالليل يبقى اوتر بعد صلاه العشاء واصلي من الليل ما شئت ولكن لا وترين في ليله السؤال الثاني ماشي سؤالي الثاني يا السؤال استاذة فاطمة اه ماشي انا صمت صمت الست من شوال يعني قدمتهم على القضاء هل آه في في حاجة يعني في لا لا حرج في ذلك بعض العلماء يقولون باستحسان ان يصوم الانسان ست من شوال لان لها وقت محدد والقضاء معي السنة كاملة وكانت عائشة رضي الله عنها تقدم عليها في شعبان يعني قبل رمضان قبل الشهر اللي هو رمضان على طول وكانت السيدة عائشة تقضي ما عليها وكان ذلك لمنزلة رسول الله منها ولكن لا حرج إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال آه الأستاذ مأمون السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا أستاذ مأمون ألو آه تفضل أسمعك تفضل أيوة عم الشيخ تفضل يا أستاذ مأمون معلش في سؤالين اه, سؤالي آه تفضل تحت امرك تفضل الله وجزاكم ان شاء الله دلوقتي يعني ايه المقومات اللي الانسان يقدر يحمي نفسه بيها من المعاصي بتاعه الخلوات بالذات اه والله سؤال يعني سؤال إن رائع, إن رائع, رائع سؤال رائع والله يرجع تاني مرة. يعملها بعد فتره يعني اه تمام طيب السؤال الثاني السؤال الثاني معلش هو ملوش علاقه بالموضوع يعني اه تفضل إيه الله يحفظك اخ إيه عنده لما أخذ الجاموسه إيه 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 يعني كانت هتولد ورجلها اتكسرت فاضطر يذبحها قبل ما, ما تموت يعني مم. هل هل له انه ياكل من لحمها وي وياكل الناس منها مش هي لحقت قبل الموت اه اه طيب قبل قراصم. الموت ولكن فيهش. كانت عشار مش... يعني ما فيش مشكله حتى ذبح العشار أو الحيوان اللي هو عشر يعني حامل لا حرج فيه لا حرج فيه ويؤكل لحم الجنين كمان ما فيهاش مشكلة خالص إن شاء الله لا حرج في ذلك. السؤال بتاع مقومات التي تعين الإنسان على ذنوب الخلوات دي محتاجة بقى حلقة إن شاء الله نحاول بإذن الله نعمل لها حلقة كاملة بإذن الله تعالى أو حلقات لأن الموضوع أصبح والله أمراض متفشية اصبح وباء يمر بالناس كثير كثر وخصوصا في مرحله الشباب يعني كلنا نعلم الان كل انسان معاه تليفون والتليفون عليه نت ويستطيع ان هو يخلو بنفسه في غرفته ويدخل على بعض المواقع التي لا ترضي الله عز وجل فهذا السؤال سؤال والله سؤال عظيم جدا نريد أن نخصص له وقتا كثيرا حتى نستطيع أن نقول المرض ده يأتي يأتي للإنسان كيف يأتي الإنسان وكيف يعالج الإنسان نفسه منه؟ كيف يعالج الإنسان ذنوب الخلوات؟ وما هي المقومات التي تعينه على ذلك؟ أقول لحضرتك إن شاء الله حاجة يعني سريعة كده حتى إن شاء الله حلقة قادمة بإذن الله تعالى أولا استشعار المراقبة يعني الإنسان لما يشعر ان الله ينظر اليه وهو بيفتح موقع اباحي او انه ينظر الى صور عاريه او انه يفعل امرا يغضب الله يغضب الله عز وجل يتذكر انه ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وان الله يراه وهو يفعل هذه المعصيه، لو استشعر الانسان في قلبه في قلبه ان الله مطلع عليه وان الله يراه وان الله يرقبه وان الله ينظر اليه وأن الله سوف يحاسبه على هذه المعصية وهذه الكبيرة يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في يوم العرض الأكبر تكون الفضيحة حينما يتذكر أنه سوف يفضح على رؤوس الخلائق وأنه من الممكن أن يأتيه ملك الموت وهو يفعل هذه المعصية وانتم تعلمون ان هناك الكثير والكثير من مات وهو يزني والعياذ بالله ومن الناس من مات وهو يسمع بعض الافلام وبعض المناظر التي لا ترضي الله عز وجل ومن الناس من مات وهو يسرق ومن الناس من مات وهو يفعل الكبائر لو جاء ملك الموت الى هذا الذي يعصي الله يتذكر ماذا بي لو جاءني ملك الموت يقبض روحي وانا افعل هذه المعصيه سوف يموت على معصيه ويبعث وهو يفعل هذه المعصيه على رؤوس الخلائق واعلم انه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فضيحه الفضيل بن عياط يرى انسانا كبر سنه وكان معرضا عن ربه فقال له ما كم عمرك؟ قال عمري ستون عاما عمري ستون عاما قال له منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل الذي يبلغ الثلاثون عاما الذي يبلغ الثلاثين عاما منذ ثلاثين عاما وأنت تسير إلى الله صاحب العشرين منذ عشرين عاما وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل معنا الأستاذ أحمد السلام عليكم حاول مرة أخرى أستاذ أحمد إن شاء الله قال له منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل فبكى الرجل وقال إن لله وإنا إليه راجعون قال له ألا علمت معناها؟ قال نعم علمت أنني لله عبد وأنني إلى الله راجع قال يا أخي من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه هل اعددت للسؤال جوابا؟ هل انا اعددت للسؤال جوابا؟ هل اعددنا للسؤال الله ونحن الان مستعدون للعرض على الله سبحانه وتعالى؟ نحن الان مستعدين ان نعرض يعدد علينا اعمالنا ويذكرنا افعالنا؟ فبكى الرجل وقال يا فضيل ما الحيله؟ قال له الحيله يسيره قال وما هي؟ قال ان تتقي الله فيما بقى من عمرك ان تتقي الله فيما بقى يصلح الله لك ما قد مضى وما قد بقى حينما تراقب ربك فيما ياتي وان تستغفر الله من كل ذنب فعلته وان ترجع وتتوب الى الله توبه نصوحه واعلم ان الله غفور رحيم واعلم ان الله يغفر الذنب ويقبل التوبه عن عبده وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى يحب التوابين فتب الى الله نتوب جميعا الى الله ام و... محمد ايوه السلام سوالي. عليكم عليكم السلام بقول فضل... ايه اتفضلي يا أنا محمد شهد... انا شهدت شهاده زور ل... عشان بنتي كانت الشقه بتاعتها هتضيع منها عشان ايه الشقه بتاعتها كانت هتضيع منها اه فشهدت شهاده زور اه وشهادة الى الله ان هي معجرة هي مأجرة الشقة طيب الـ الـ الشهادة بتاعتك دي يا ام محمد اللي خدت الشقة دي هل هي بتاعتها وتستحقها؟ لا. ايوه بتاعتها ومأجرها قانون جديد وانا قلت لا مش مأجرها قانون جديد اه لا ممكن بس ممكن تفصيل يا ام محمد؟ يعني انت انت الشهادة بتاعتك دي هل آه. احد او واحد من الناس اخذ حقا لا يستحقه؟ ايوه كانت مؤجراها قبل كده اديتها 18 سنه اديت لاخواتها منه كل واحد 8 سنين و10 سنين واللي خدها منها قعد فيها واشترى عربيه وجت هي بقى قالت كفايه عليا كده 18 سنه هاخدهم انا بقى اجرت انا قانون جديد واخد الفلوس ما اديلهمش حاجه ثاني طيب انت شا... انت انت الشهاده بتاعتك كان عباره عن ايه؟ قلتي ايه؟ قلتي لا ده هي مش مأجرها الشقه قانون جديد وهي مأجرها قانون جديد مأجرها ايه؟ قانون جديد قانون جديد اه هي هي انت قلتي ان هي مأجره الكلام ده قلتيه في محكمه ولا في العيله؟ لا لا لا, لا كانت واحده جايه عن طريق المحكمه ان هي تشهد تقول ان هي متأجره ولا لا عن طريق محامي اه طيب ال الست اللي هي جايه تقول ان هي متأجره ولا لا؟ اه مين اللي باعتها؟ المحكمه؟ اه المحكمه عشان ايه؟ مين اللي شك فيها؟ اخواتها؟ اخواتها أخ... لا اخويا انا بقى خالها عامل قضيه ان هي ما بتديش اخواتها عشان ما بيحبهاش فانا وقفت جنبها اه اولا شهاده الزور من الكبائر اه طبعا احنا لسه بنقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي لا احد يستطيع ان يقول لله سبحانه وتعالى لماذا غفرت لفلان يبقى لو لو الذنوب كبيره ولكن هناك ذنوب للخلق وهناك ذنوب في حق الله. طب انا اعمل ايه؟ عايز اعمل ايه؟ لابد ان ترجعي ان ترجعي انت تشوفي حد من من المشايخ في بجوارك وتحكي له هذه القصه وتاتي لبنتك واذا كان هذا الامر في حقوق في حقوق للاخوه لابد ان ترجع إليه لو في لو حق لواحد من اخواتها او لخالها او لحد تاني صاحب الشقه حاضر تمام لابد ان ترجع الحقوق الى اهلها تحاولي ان الحقوق ترجع الى اهلها ان شاء الله واسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واسال الله عز وجل ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته